لا يقرأ الأفكار ولا يعرف المستقبل، لا عارف مستقبلنا ولا بيقرأ أفكارنا. طبعا بتكلم على إبليس، هو بس بيوهمنا بكده. ليه؟ يدرس، يتوقع، يحلل، يستنتج، وبعدين بيتصرف بناء عليها وبيكون نظرية ويبتدي يهاجمنا ويتصرف معانا بناء عليها. هتقول لي طيب هل عندك دليل؟ طب لو إبليس كان عارف نتيجة تجربة المسيح على الجبل وإنه هيتفضح ونعرف أفكاره وأساليبه منها كان هيعملها؟ ما هو اتهزم. طيب لو كان إبليس عارف نتيجة محاربته وتجربته لأيوب وإزاي إننا قاعدين نحكي عنها ونوعظ عنها وتأملات مالية الدنيا عنها وهو اتفضح وكان اتراجع، ما هو عارف اللي هيجراله، هو ما يعرفش، وحاجات زي كده كتير قوي قوي. خد بالك أنا مش بقول إن هو ما بيفكرش، ما بقولش إن هو ما بيفهمش في حاجة، أنا ما بقولش إن هو أطرش، إن هو أمي وما بيعرفش يقرأ، لا ده بيقدر يعرف اللغة في دقايق، هو ذكي جدا، ذكي ذكاء غير عادي، لكن لا بيقرأ المستقبل ولا يقرأ أفكارك، ما يعرفهمش، هو مش كده. وكلنا عارفين إنه إبليس ذكي من وإحنا صغيرين فاهمينها، بس هو بيوهمنا مرة بمرتها إن هو بيقرأ أفكارنا، لا ما بيقراش. إن هو بيعرف المستقبل، لا ما بيعرفوش. هو أذكى؟ هو أقوى؟ هو يوجد في أماكن مستترة ما حدش يقدر يدخل منها لأنه روح زيه زي أي ملاك؟ وزيه زي الله طبعا، بس إحنا مش بنقارن إبليس بالله، الفرق إيه؟ إبليس بيبان وكأنه عارف لأنه زي ما قلت بيتوقع ويستنتج ويبني نظرية، هو عنده خبرة غير عادية في دراسة الإنسان. إحنا مخلوقين من كام ألف سنة وهو بيدرسنا من وقتها، فهو أكيد عارف بولس يوم كذا احتمال يعمل كذا لأنه عمل قبل كده، ولأنه الإنسان عموما بيعمل كذا، فهو فاهم بيحلل. بس زي الأم بتعرف عيالها بيفكروا إزاي ويقولوا اللي يقولوه، هي فاهماه ليه؟ قاعدة وشافوا وشهم طول حياتهم ففهمهم. إبليس كمان عنده شبكة عملاقة من الشياطين بيقدروا يروحوا في كل حتة ويجيبوا له تقارير ويقولوا له عليها. هو لما يروح هنا وهناك بيقول له أنت جاي منين؟ لما الله كلم إبليس في أيوب واحد بيقول له جاي من التجول في الأرض والتمشي فيها،
هو يقدر يعرف المكان اللي هو رايحه، يقدر يدرسه، لكن اللي غايب عنه لا ما يعرفوش. مين بيجيب له؟ اعوانه وجنوده وعبيده بيجيبوا له كل المعلومات. لكن ابليس ما يحبش اننا نعرف الموضوع ده، بيخلينا نجهله. ليه؟ علشان يقدر يسيطر علينا بسهوله. تقدر تسيطر على شعب جاهل؟ طب تقدر تسيطر على انسان مش فاهم؟ فهو بيحاول ما يفهمنيش وبعدين يسيطر عليا، زي الدجالين والسحر اللي احنا موهومين بيهم، بيدعوا ان هم يعرفوا المستقبل وهيحصلك وهيحصلك. لا، هو بيتنبأ باللي ابليس ناوي يعمله من بلاوي. ما تلاقيش هيقولك حاجه حلوه، لا، دايما هيكون اخرها مصيبه. لانك لما بتروح لساحر، لما بتروح لدجال، انت بتعلن خضوعك لابليس، لان هما بيكونوا كهنه الابليس، مركزهم مركز كهنه الابليس. ولو السحره والمنجمين كانوا عارفين المستقبل، ما كانوا عرفوا فين مناجم الذهب ومناجم الالماز وكانوا اختنوا. ابليس مش سعيد ابدا باللي احنا حكينا فيه النهارده ده، وهيحاول يشككك فيه، وهيحاول يضعف الفكرة. ليه؟ عشان يسيطر عليك بعد كده لما تخضع له بالدجل والتخويف والترهيب. لكن خد بالك، لا يعرف المستقبل ولا يقرأ الأفكار. اطمن، يسوع معاك.